اثنين ثلاثة يلا مع بعض. تشاو. يا هلا والله فيكم جميعا، كيفكم اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. رجعت لكم فيديو مره حماسي. بنات ايش اكثر شيء كنتوا تكتبوا لي في التعليقات؟ زهره جيبي احد معاك بيصير احلى، زهره جيبي احد من اهلك، صوري معي احد من اهلك، كثير كنتوا تكتبوا لي. اليوم جبت لكم احد من اهلي. السلام عليكم، كيفكم؟ مره متحمسه واحس الفيديو بيكون كذا مسلي، انه في احد ياخذ ويعطي معايا. ما تتخيل قديش لما كنت اصور قاعد اكلم نفسي الاحظ المقاطع. اي جد احس انه تلاحظ المقاطع. ايش تلاحظ انت؟ انا زهره خلاص. جد والله احس انه حماس انه بيكون معايا، وهو اكثر شخص صراحه انا اطلع معاه وكذا، عندنا مشاوير مع بعض، فبيكون فيديو مره حماسي. ويلا توكلنا على الله. بس ما قلت لكم فكره الفيديو، انت اشرح لي فكره الفيديو. يلا فكره الفيديو انه بنجيب اغراض رخيصه وبنجيب اغراض الاغلى ضد الارخص. صح. ياخذ الاغلى، مين راح ياخذ الأرخص؟ مين بياخذ الاغلى؟ انا لا ما بيحلف، بس انا حظي يفلق الصخر باذن واحد احد، انه كل الاغلى يعني اغلب الاغلى انا باخذه اليوم ان شاء الله. انت حظك شو وضعه؟ تمام، هو خرافي خرافي. نشوف اليوم، يلا توكل. لا ايش توكلنا على الله، لازم نسوي قرعه الحين. اي صح. يلا بس دقيقه، ليش انا ما طلعت وجهه؟ عشان يمكن انت ما يعجبك، يمكن ما يعجبني الوضع، يمكن خلاص ما بطلع وجهك. وهو قال في البدايه بس كمامه وسوالف، قلت له لا 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 مش لهالدرجه، ما بطلع وجهك. وحتى اذا خلصت الفيديو اذا شافه قال لي اوكي نزيع، واذا قلت مش اوكي شو نسوي؟ ما نزيع. نحذفه خلاص. يلا بسم الله، لف كذا وانا بلف كذا عشان ما حد يقول انه غش. يلا بسم الله، انت اختار. اسحب. يلا اصلا الورق ترى شوفوا مش باين، بس على اختيار. بسم الله، وش تتوقع يطلع؟ 1 2 3 لا بس حلو، طلع لنا هوت شوكليت. كان نفسي يطلع برجر، عشان انا ما اعرف اكل مثلا هوت شوكليت ولا اكل حاجه وجيع، مش جيعانه، احنا جيعانه بس احس ابي اسكب برجر اول. إيه. المهم اول شيء طلع لنا هوت شوكليت، الحين بنشوف مين بياخذ الاغلى. جهزت الحلبي. إيه. جهزوا العجله وبنشوف الحين مين بياخذ الاغلى والارخص. طبعا هذه هي العجله، مبين اضغط انا ولا انت؟ انت دقيقه دقيقه ايش كتبت؟ ارخص واغلى. طيب واذا طلع اغلى من بياخذه؟ صح. تبين حجر مقص؟ لا في قرعه في قرعه في قرعه. لا دقيقه دقيقه، كان مفروض انك تكتب، اكتب زهره وعبد الملك. زهره عبد الملك ها، عشان اللي دقيقه تعال، لو طلع اغلى من بياخذه. احس هذيك هنا الغريبه. اي صح خلاص، اللي ما نبدا من الدور، مره انت مره انا، ونتفق كذا. يلا الحين دوري اخذ انا. انا يلا. باخذ. يلا بسم الله، اغلى باذن الله. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب الاغلى لانه في هوت شوكليت ابيه مره ابيه. بسم الله. ها ارخص. لا الحمد لا لله. لا بزعل. والله بزعل بنات، طلع لي ارخص بس اوكي. الهوت شوكليت حلو في كل الاحوال. يلا توكلنا على الله، بنروح نجيب اغلى وارخص. جيت هنا شو اسمه، قهوه مثاليه. اتوقع انه القهوه المثاليه من ارخص الاكشاك القهوه عموما. استنى، في هوت شوكليت؟ ماتشا موجود. ايش؟ ماتشا؟ لا لا هوت شوكليت موجود. كم؟ 11 13. لا 11. خلاص جيب 11. هار؟ اي هار. سكر؟ لا ما ادري، هوت شوكليت ما يسالنا، خلي إيه سكر برا. ثانك يو. يلا هذا هو جاب، جاب اغلى هوت شوكليت، ما شاء الله تبارك الرحمن ما بيحسدك. بس تعال عليكم السلام، ليش ما حطوا لك الكريمه؟ ما في بدون. ليه؟ ما ادري، قلت له في اضافات كذا بس كذا. هذا بس فليك فيه. تدري انه هذا كان يحطون فيه كريمه، قد صورته معاكم قناتي الصغيره، تدري يحطون كريمه لين هنا الله. وبعدين يحطون بسكوتة بريد جينجر، عرفتوا ذيك البسكوت اللي زي الدبدوب؟ إيه عرفتها، بس غريبه ما احط لك اياها. حرام. فحرام. لا اوكي هذا مشروبك، تفضل. مشروبي المتواضع، انا مشروبي ب 11 ريال. كم مشروبك كم اخذته؟ هو سعره 21. هو 19 بس اضفت عليه فليك صار 21. طيب وين الفليك؟ ذاب؟ ما ادري شكله ذابي. تمام. شوفوا مشروب، بس ليش مشروبي رصاصي؟ ايش في كذا؟ بس كذا ما ادري، كانه كحلي رصاصي. وين مشروبك؟ شوفوا مشروبه، تعال قرب. اوتش ما شاء الله مره ساخن، شوفوه. لا هوت شوكليت حقيقي لونه.
تبين كذا اي ما شاء الله ترى انا مره اعشق المحل هذا مو شيء دائما الشتا اللي راح كنت اخذ من عنده يلا يا ويلي كان بيحط سكر عليه الله ما شاء الله حلو الله والله حلو مره ساخن انا جنن حلو بس احس اني مقهوره كنت باخذ اغلى واحد خلينا نجرب انت تجرب مشروبي الله مشروبك مدلع بس احس مغلي ايه انت بسم الله بسم الله يلا بسم الله واو ويبي يحط سكر بعد ايه حالي مشروبك يجنن شو قاعد يطلع لي شوكليت وانا اكل وانا اشرب ما شاء الله تبارك هوت شوكليت صراحه حلو حقه مثاليه وكم اقيمه كم تقيم مشروبك اعطيه 9 من 10 انا اعطيه 10 من 10 والله عادي ارجع اخذ مره ثانيه حلو الحين جاء دور ناخذ خيار ثاني بس ابي اقول لكم انه انا ولا هو ما نعرف وش الاشياء اللي موجوده هنا تمام يعني في احد طرف ثالث في العائله هو كتب لنا الاشياء فالحين خلونا نختار انت اول اخترت صح بسم الله انا بختار الحين لف راسك بسم الله بس كذا احتياط بسم الله الرحمن الرحيم اوكي اخذت واحده يلا بسم الله انا يا رب اكل لا بعد حالي كب كيك اوكي كب كيك بس كب كيك وهوت شوكليت بيطلع حلو والله والله ننقز نجيب كب كيك او خلينا نشوف من الغالي يلا جيب انت شوف لا لا انا الحين انت يدك مش مبروكه وانت اللي فزت الحين انا بجرب باذن الله بيطلع لي الغالي باذن واحد لا اسمي ها انت اول اخذتي الرخيص إيه؟ الحين دوري انا اللي بيطلع الحين اللي نشوف يطلع لك رخيص بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بيطلع لي غالي يا رب غالي لا 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 والله بزعل قلت لك من بداية الطلعة والله بزعل أنا خلاص أخذت لي أرخص كب كيك شوفوا سعره ريال أخذته من البقالة وهذا هذا هو جا أخيرا إيش أخيرا 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 كم حل رحت يمكن 15 محل اتعب اقول لكم انه ما في كب كيك كل المحلات اللي احنا ما في كب كيك حتى المقاهي كايش المقاهي احنا ريشيو كلها 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 اللي في حي نسيم رحناها ما في ابدا كب كيك شو هذا كبيره ولا اوف شوي صغيره اوف تعنونا بس حلو يعني هذه اكبر شيء ولا هذا اكبر شيء لقيت اصغر ميني هذه بكم هذه بثمانية ريال ثمانية والله هذا أغلى دورت أغلى قلت له أبغى أغلى كب كيك قال لي هذه بس الموجودة ورهن طب ورهن هذه صغيرة شكلها من هنا مخبوزة شكله هو يحطها طاحت عليه صدق إنهم قريبين بعض أنا حقتي إيه؟ هذه تعتبر بنص لأني هذيك بريال صح هذه بثمانية ريال كب كيكو يلا بسم بشكلها الله بشكلها حلو طب كاتب ثنتين أو ثلاث مدى حسيت يلا بسم الله إنه إيه يعني يلا بسم الله محشيه شيء بس ما ادري شو هو انا قيم الكب كيك حقتي 10 من 10 والله والله لذيذه ذوق مره طريه بتذوقني خذ هذه هديه هذه لا ما بيها هديه بذوقها حلو كانت الكب كيك لذيذه واو بس حسيتها احلى كب كيكي احلى تذا والله لذيذ بنات مره لذيذ مره يجنن طعمه انت الكيكه لذيذه ولا غلطه بس الكريمه احس فيها طعم كذا كانها قديمه كانها متسويه من يوم ما هي فريش طعمها الكيك هذا صراحه 10 من 10 مره حلو وسعره جدا حلو انا اعطيه ممكن 8 ليش عشان ليه؟ السعر والسعر غالي السعر 8 رخيص يعتبر ادري رخيص ادري بس حسيت انه في اشياء اكثر احلى كنت جربتها زمان انا حجمه انصدمت فيها وانصدمت انه الزينه من كيك يعني خلوا كيك وزينوه ما زينوه بشيء ثاني يلا الحين جا وقت نسوي القرعه الثالثه تمام ايه؟ انا خلاص انبشمت بسكوت مش انا بختار انت أنا بتختار بختار. وانت شوف مني بيصير اول في لا هذه اجت الحظ انا ما ابي انا تيت كيفك انا انت تتحكم لانه من جد بالدور لا خلاص ما عاد بالدور كيفك ان شاء الله تبي انت طول الوقت والله والله احس اني سدت نفسي احس انه ما عاد بيختار بيخليها كذا بالحظ انا بسحب ايوه بس اذا سحبت افتحها هنا عشان يشوفونها معانا في نفس الوقت لا توديها هناك
ليش اغمض عيوني هي مش باينه؟ قرب اكثر. تمام. ايش مكتوب؟ ما ادري. ايش لبس شتوي. لبس شتوي. حطالنا لبس شتوي. طيب انا اتوقع الطرف الثالث اللي عبالنا الخيارات هذه احس ما حطولنا برجر عشان خدعونا. ما تخيلتوا تحطوا لي لبس شتوي. طيب شو نجيب لبس شتوي مثل ايش؟ طقم كامل ولا لبس؟ لا لا لبس ممكن جاكيت. بس جاكيت. بس جاكيت؟ اي لبس جد شتوي يكون دايم جاكيت. ما ادري. خليها جاكيت احسن. جاكيت؟ اي بس. يلا. جاكيت او سويتر او هودي أو اي شيء. اي شيء يلبس فوق. تمام هذه خليها هنا. لا. مين الحين دوره؟ عشان طيبه ما بختار. ها؟ من دوره؟ دوري انا باخذها هذه اللي يطلع لي. اغلى. قول والله العظيم. والله لا لي هذه. لا. شو انتي؟ لا. بس كذا خلاص وصلنا المول بننزل الحين ونبدأ نتقبل. أنت تأخذ أغلى لبس على راحتك وأنا أحاول أدور أرخص لبس. أنت تتصل علي اللي إذا خلصت وأنا ما بكلمك اللي إذا خلصت. قبل أي بوابة؟ نفسي بنحط السيارة عندها. خلاص سوقنا وأنا أخذت لبسي من المحل هذا وأنا. وأنا هذا لبسي. تمام. يلا خلونا أول شيء كم أنت فلوس كم؟ 350. 350 هذا اغلى شيء. والله هذا اغلى شيء اني لقيته ومو على اساس الغلاء انه عجبني انه الكل الغالي الباقيين يعني مو حلوين مره. مره متحمسه اشوف شخه ورنا اسود. يا لونه يجنن مره حلو لونه. جاكيت كامل ولا ايش؟ ما في كاتش ما في اكمام؟ لا اي ما في اكمام. هذا خليه مثلا البار البس معه ثوب. روعه. تعال وريها. مرة يجنن. وين السعر؟ لبسك حلو وعليك بألف عافية. الحين جاء دور أوريكم أرخص لبس شتوي شريته. أحسه حلو وحاولت أجيب قطعة إنه أقدر أستفيد منها مش بس أرخص وشيء. حصلت أشياء أرخص يمكن 45 بس أحس ما بقدر ألبسها. أخذت زي كذا سويتر شتوي. شايفينه؟ حلو؟ أي حلو. والله؟ والله. شو شكله؟ مرة حلو. عجبك؟ اي حلو والله. شو سعره؟ ب55. حاولت اجيب ارخص للأسف ما فيه. انتو شايفينه ولا لا؟ شوفوا سوتر كامل. المهم كذا خلصنا الفقرة هذه وخلنا نروح نختار خيار ثاني. ان شاء الله ربي يطلع حظي حلو المرة. يلا. بس قدام الكاميرا هنا قدر. بسم الله. هنا افتح هنا. ايش؟ كذا؟ ترى مقلوب ما اشوف. اشوف. جوال. جوال تستهبل. والله جوال تستهبل. يا رب يطلع لي. دقيقة اللي كتب جوال شي يفكر فيه. اللي احد من اهلي قلنا له اكتب اشياء. قلنا له اكتب اشياء غريبة جيب اشياء تحمس. بس ما تخيلت يكتب جوال. توقعت يكتب جوال؟ ولا واحد بمية. ولا واحد بمية يجيب جوال. اغلى جوال وارخص جوال. اوكي اغلى جوال من ابل اكيد ايفون أكيد. 15. ارخص جوال اي محل نوكيا ولا اي شيء. اي شيء كذا احس انه من جوالات القديمه بكشاف شرع الجوالات. اتوقع بنلقى فيه خيار ارخص جوال. بس الاهم من هذا كله خلينا نشوف الاغلى جوال بيطلع لمين وارخص جوال بيطلع مين. يا رب يا كريم يا حي يا قيوم انك تساعدني من جد. يا مين تبيني اضغط من بدايه اليوم وانا قاعد انت يدك مبروك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رب. انا يا رب الحين دوري. انا بيطلع لك إيه اللي بيطلع لي اياه. يا حظي. لا زهرة ما نتكفين. خلينا نعيد. بنات طلع لي أغلى جوال. يا معوض الصابرين. حرام والله. قهر. ليه قهر؟ حرام عليك. من بداية اليوم وأنا كل شيء أرخص أرخص أرخص. يا رب أنا قلت لك حظي. أركب كيك هوت شوكليت. دقيقة قلت لك حظي حلو ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. مع انه الصدق انه خلف الكواليس والله العظيم كل مره يقول لي كل مره يطلع لي انا ارخص يقول لي لا خلينا نعيدها عشان تطلع لك اغلى. كنت اقول له لا خلينا نمشي على نفس اللعبه. فانت مره لطيف بس ربي عوضني وراح اجيب اغلى جوال. بنات ايش اغلى جوال؟ ايش اغلى جوال؟ اغلى جوال ايفون 15 برو ماكس. 1 تيرا. 1 تيرا فراح نجيبه. توكلنا على الله. الجوال حق ابل روح جرير. تمام اوكي. انا قلت دقيقه قاعد الكاميرا. انا قلت ان حظي حلو. سبحان الله ربي قاعد يجمع لي اياها بحاجه واحده حلوه. الحمد لله من جد شيء لطيف. طيب الحين سؤال لو من جد طلع لي ال 15 الاغلى ايوه تعطيني اياه؟
خس عليك والله بعطيك اياه تلعب فيه يوم يومين ترجع. لا اخذه لا تشوفينه. ما ادري لا لا جد والله اني ما كنت ادري اصلا في خيار جوال وما تخيلت يكتبوا لي خيار جوال. اوكي اهلي يدرون اني ابي اجيب جوال بس هن يدرون في نفس الوقت انه اللون اللي ابي مش متوفر. ما نبي نسلكوا هدره كامله بنروح جرير على السريع وشارع الجوالات ونجيب احلى جوالين. تونا وصلنا جرير والحين بنروح نشوف اغلى جوال موجود فيها. اتوقع البرو ماكس ترى اغلى شيء فيها. هذا العادي هذا البرو العادي يا شكله مرة حلو. جاهزين تشوفون أرخص وأغلى جوال؟ جاهز؟ جاهز. كيف المعنوية؟ تمام؟ مع الشكل اللي قاعد أشوفه. بنفسجي بعد من قدك. واحد اثنين ثلاثة يلا مع بعض. تشاو. شو رأيك؟ شو الفرق؟ كم خدته؟ 80؟ لا كسرته لين 70. واو ذكي أنت. كان 80 ريال وصار ب 70. انا خل اقول لكم في جرير ما حصلنا الوانتيرا وقالوا له فتره ما يجي اصلا يعني ما يوصلها فاخذت ال 256. مش هو اغلى شيء ولا بعد اللي اغلى هو ايش وسط وسط اي فيعتبر وسط سعره مش مره غالي بس والله ما فيه والله سالت الموظف ما في نهائي. انا اصلا كتبي وانتيرا عشان استفيد منه في التخزين وكذا. المهم راح نفتح معاكم اغلى وارخص جوال. خلونا نفتحها. انا مره يعني سعيده. خلاص 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 بكره تكبر تجيب 15 16 17 وانا اصير عجوزه واخذ هذا. نبدل وياك. تتبدل ادوار يصير انا. طب انا رزقي الله رزقني ايفون 15 صح؟ برافيا. انا زعلت يوم اخذت كب كيك؟ لا. انا زعلت يوم اخذت هوت شوكليت؟ لا. انا زعلت يوم اخذت لبس شتوي غالي؟ لا. تدفى في البرد وتنحفظ وانا بلبس السويتر مش مره دافي صح؟ الحمد لله ماني زعلان. وصلني الايفون ممتاز. انا سعيده. ابي بعد البرجر بس. انا مشتري يعني البرجر. برجر وعندي ايفون انا انتهى خلاص كذا انا سعيده. انا كنت برجر ان شاء الله. لا اكيد انا قلت اكتبوا برجر شيء مهم. يلا خلونا نفتحها على السريع. افتح جوالك وانا بفتح جوالي معاكم. مره سعيده. شوفوا تشا من هنا ولا من هنا. واو شوفوا اللون جنه. بسم الله. سلامة سلامة. ما يجي شيء. لا تخاف. كنت احسبه رمادي. ياي على اللون. ما شاء الله. ايش هذا اللون؟ والله اللون حلو. اللون حلو صح؟ افتحه. طيب شو جوالي. ياي والله كيوت. والله ليش مش بنفسجي خدعوك. والله خدعوك. لا عادي. ركب البطارية. شو البطارية هنا جاي بطاريته برا. ركب البطارية. تحت جوالي مرة مبسوطة. الزبدة ما قلت لكم ايش جبت بعد. ضبطت نفسي من جرير ايش اخذت. اوه الشاحن صح. ايوه اوه الشاحن. شو الشاحن بعد تغير. تغير ايه تغير. يصلح الان ولا ما يصلح. اهلا يصلح يصلح. بس تدرون بش المشكلة. المشكلة ده الشاحن يكون لو كان حق هواوي بيكون يشحن اسرع. بس قبل ما استخدمت انه الميزه هذا انه يقدر. لا بالعكس خف. ايوه اقول لكم اخذت هذا. شوف البطاريه. تدري اني ما ادري انه غيروه. ما شفت ريفيوات عنه. ما شفت. صاير خشن. شفتوا؟ صاير هنا نفس الشيء. نفس الشيء صح؟ شوفوا نفس الشيء. عشان ويش نفس الشيء؟ يعني كتغيير اتوقع. هو مفروض انه يكون عشان يكون اسرع. بس قبل ما استخدمت الميزه يعني ما اقدر اشحن فيه جوالي الثاني 14. لا شحن ايباد. هو زي شحن ايباد صح؟ اي زي شحن ايباد الاير صح؟ اتوقع. شوفوا نفس المدخل نفسه من جهتين. شلون ده اشتغل؟ بس والله لطيف ولونه حلو. ايوه شفت الشغل هذا السماعه اللي تقفل. كيوت سمعته. إذا عالمك خذيه. نبدل ما في مشكلة. تبي نبدل. تذكر يوم قلت لك نبدل بالهوت شوكلت وما بدلت؟ الدنيا دوارة. شفت؟ هي
لا تطلب مني مبدل. بس لا انا عند وعدي، تبي تلعب في يوم؟ تلعب في يوم رجاء. بس والله خلصنا فقرة الجوالات، انا لكم جوالاتنا، جوالك اسكت بس يلا بلا دلع. شو الكيوتة شبكت الشريحة. اسمع 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 تحس انها لعبة قد تخفز. ايه شوف المنيو هنا. اوكي شيخ عندك لعبة سنوك الحية. الله فيها شريحتين يا بنات. ايه لاحظت في منفذين. صورناه في جروب العائلة وقلنا لهم شوفوا انه طلع له جوال ارخص جوال وجاب هذا. كلهم قالوا لنا ترى انه بخمسين ريال نصبوا عليكو، انت جبته بسبعين. حلو والله حلو سبعين. بس خلاص نشوفكم في القرعة اللي بعدها. شوفوا والله سحب علي له اكثر من نص ساعة. يلا يلا خلوه لاحق عليه. تعال سووا القرعة، انت اخترت لي وانا اتفائل بيدك. يلا تعال 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 قرب تعال. يلا لا 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 احس اني تنبسط واحس الحياه تصير كذا حلوه. ترى والله جاني احباط اول. لا لا هنا 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 عشان معاهن. قرب. ايش بطاطس؟ بطاطس اغلى بطاطس وارخص بطاطس. ممتاز. اذا جاني زين ما جاني عادي. يلا طيب اسمع سؤال، بطاطس مقلي ولا بطاطس شيبس ولا ايش؟ لا اتوقع بطاطس طبخ مقلي. ايه لان احنا في البيت نقول بطاطس طبخ. إيه ما نقول عندك نقول شيبس. نعم يلا شفنا اغلى وارخص. خلاص يلا. خلاص خلاص من جهه الجوال هو ساحب علي. خلاص ما هو بحولي. انا العجله. ايوه العجله. مين يطلع انت عيد عيد مين الحين مين؟ ذاك المره كنت انا الحين انت. انا اللي بيطلع له. يلا تعال عيدها هنا. يلا احسك تبي تغش. والله ما بغش. طيب هنا يلا عادي انت خذ البطاطس انت حبيبي عادي. ارخص والله يا بنات شكلها خلاص حرام والله شكلها. انت ربي رزقك في البداية خلاص جو دوري. الحين باخذ اغلى بطاطس وبجيب لك ارخص بطاطس. ارخص بطاطس اكيد من بوفية. اخذت انا اغلى بطاطس واخذت ارخص بطاطس. انا بطاطسي ب 15 ريال وانا بطاطسي ب 5 ريال. البطاطس اللي اخذته ياي ترى بطاطس بوفيه ما يعلى عليه. والله يحمس البخار ما شاء الله. دقيقه افحمكم دقيقه بس خليك لا تاكل. لا 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 ما باكل. انتظرني. اول شيء انت ايش عطاك؟ عطاك بس هالعوده اسنان صح؟ انا شو اعطوني شوكتين. اعطيني واحد. يلا هديه بس بذوقه تعطيني ذوقه بعدين. وهذا وايبس تمسحون يدينكم واثنين كاتشب وكم حبه مناديل. تمام تمام. جينا الحين للبطاطس. البطاطس الوجبة الرئيسية. ياي ايش هذا الجمال شايف؟ حطيك حمس؟ والله نحمس. بس تدرين ريحة البطاطس اللي جبته انت اشهى ريحة شهية. يلا بدل ما في مشكلة بدل. انا ما شف انت اللي علمتني انه ما في تبديل. سياسة عدم التبديل هذه منك انت. يلا خلونا نذوق. شوفوا كيف متغرق جبن. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله. أنا بطاطسي طعمه مرة لذيذ بس الجبن أحس إني ندمت إني أخذت بجبن. أحس الجبن صار طعمه كذا غريب. أنا ما أعرف بعض أنواع الجبن ما يعجبني ليه ما أدري. ليه حط شيء فيه؟ في طعم خل واضح. حتى وأنا أجي كذا أفتح فمي. مشطة. ايش شكله رونع؟ جرب. تعال قرب تراك بعيد. قرب. تدون بطاطسي بتعجن عشان تغطى. انت بطاطسك ما شاء الله مقرمش. واو. انبعدل. لا. الا. ليه؟ والله ميب. عجبك هذا؟ هذا احلى. حتي بطاطسي. في بربك انه هذا احلى. والله انه هذا احلى. والله صدق والله هذا احلى. بس ليته مو شطه رنا. حتى الشطه حلوه كرسال. حتى الشطه حلوه بس الخل والله لذيذ. انت ذكي ومحظوظ واليوم يبدو انه يومك. لا 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 الا في الجوال. لا صدق بطاطس الذ.
البطاطس البوفيه طالع قلب صراحه. انا اعطيت البطاطس اللي اخذته 6/10. انا اعطيه ما تعطي 10 انت. ليه ليه تحب نقص؟ لانه الاقي في شيء احلى في الهوت شوكليت، في شيء احلى. طب كم تعطيه هذا؟ هذا اعطيه 7. كيف تعرف تنقص؟ تدروني انا ما اعرف، ما احب انقص، احس ان اذا عجبني خلاص لازم حتى لو عجبني. قارني بشيء، قارني بشيء انت ثاني تشوفين بطاطس ثاني في بالك. المشكله انا كل شيء اكل احس هو احلى شيء في الحياه، فهمت؟ فعشان كذا انا اعطي تقييمات عاليه. انا نقصت ان الخل، خل باين بزياده. تمام بناكل بطاطس نرجع لكم. احس انه الخيار الجاي بيكون اخر شيء لانه قاعد تجي الليل. تمام تمام. يلا وصلنا لاخر خيار. في كذا خيار بس احس انه خلاص قاعد يجي الليل ولازم نختم اليوم، صح ولا لا؟ صح. انت اختار. لا انت، لا انت تختم. هو مشكله انت. لا انت، لا انت صدقني بديناها انت. انت انت يعني لازم بديناها انت. بديناها انت ولا انا؟ انا لا انا انا انت. انا انا يلا انت اختم. يلا يلا بسم الله. يلا مع بعض بسم الله. برجر. برجر قلت لك بيحطون برجر. برجر مره مبسوطه وان شاء الله يا رب يطلع لي البرجر. انا صراحه يوم طلع لي الجوال صرت ابي بس برجر، ما ابي شيء ثاني. يلا تعال. بسم الله. رخيص الغالي. مين ياخذها؟ اللي يطلع له اخر شيء من خذا. انا اخذت اخر شيء. انت انا اخذت. يلا راح يطلع. راح تاخذين ارخص. القم معلش. البرجر في كل احواله لذيذ، حلو لذيذ. يلا بنروح نجيب ارخص برجر واغلى برجر. بفاجئك وش باخذ ارخص برجر. ايش؟ اكيد بوفيه. لا طبعا لا. ايش؟ البوفيه كم البرجر فيها؟ 5 ريال. ها 4 ريال 5 ريال 6. انا برجرتي راح اخذها من البيك. زين زين والله زين. كت عصبني عصبني عصبني. متحمسين تشوفون اغلى برجر وارخص برجر؟ يلا. يلا 1 2 3. تشا. ايش رايكم في برجري؟ دقيقه لازم اوريكم. ارخص برجر طلعت ب 5 ريال مع قبن. الجبن ب 5، بلا جبن تصير ب 4 صح؟ 4.5. 4.5 يعني الجبن نص ريال. رخيص والله. شوفوا الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. بس يعني شويه سعيلة بس اوكي. يلا وريها انت. مدبسينها بمطنية. بسم الله. ببدا. جاونا. هذا هو. واو ما شاء الله. طيب اشوف البرجر. شوف قديش كبير. لا والله حلو. والله ما شاء الله عليك ذكي. نذوق نبدل. نبدل. ذوق. نذوق. الله ما شاء الله. كبيرة. وترفع العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن. بيك. واو. واو ما شاء الله. مسكين هذي. وبس كذا وصلنا نهاية الفيديو. أنا مرة انبسطت والتجربة كانت بالنسبة لي مرة حلوة. وأنت؟ والله مرة حلوة التجربة، حلوة أول مرة أسويها. انبسطت يعني. ما حسيت إنه طفش ولا إنك زهقت؟ لا أنا صح انبسطت. على فكرة إنه إحنا دائما نطلع مع بعض وهذه تشبه أجواءنا، بس اليوم كان فيها تصوير. أنا مرة انبسطت معك. أنا دائما انبسط معك اصلا. مرة انبسطت انه عجبك الوضع وان شاء الله بعد انتم عجبكم. لا تنسون تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. مرة احبكم. اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامة. مع السلامة.